ثالث يوم النهارده المنافسات من يوم ليوم بتزيد، منافسه اقوى واشد، ان كل لعيب دلوقتي بقت حريص جدا ان هو يجمع اكبر عدد من النقاط. اللعيبه اللي هم الاقل مستوى بداوا يطلعوا من البطوله، واللعيب الاقوى هو اللي بيستمر في البطوله، او بناء عليها هتلاقي كل يوم عن الثاني المنافسه بتتشد، وكل لعيب حريص ان هو يجمع اكبر عدد من النقاط في هذه البطوله، عشان ديت البطوله دي البطوله اللي تليها على طول هي بطوله الجمهوريه، وطبعا بطوله الجمهوريه دي من اقوى البطولات، فالكل حريص ان هو يكون من المصنفين في هذه البطوله. طبعا الحمد لله لعيبه الاهلي عاملين نتائج كويسه جدا، ويمكن احنا اكبر نادي مشارك في هذه البطوله بعدد من اللاعبين 141 لاعب، ده بيمثلون ثقل جامد جدا في هذه البطوله. اللاعب الحمد لله كانوا جاهزين بدنيا وذهنيا، والحمد لله ما فيش اي اصابات، فالكل حريص جدا ان هو يرفع اسم النادي الاهلي علينا ان شاء الله في هذه البطوله. رسالتي بقول لهم خلي بالكم يا جماعه، انتوا بتلعبوا باسم النادي الاهلي، فنانه الاهلي دي فنانه ثقيله جدا، ولازم تعرف ان ما هو مقام النادي الاهلي في وسط الانديه. النادي الاهلي هو الاب الشرعي لجمال الانديه ديت، النادي الاهلي هو فوق الجميع، والنادي الاهلي طبعا تملي بيبص ان هو يبقى الاول والاول والاول، المركز الثاني زي النادي الاهلي هو الاخير. المنافسه يعني كل يوم بتزداد، اول يوم في منافسه جامده، ثاني يوم في منافسه اجمد، ثالث يوم في منافسه اجمد واجمد، بس فانت لما بتبص على السكواش بره مصر عامه بتلاقي ان مستوى المنافسه اللي في اول يوم دوت هو يعتبر المستوى العالي عندهم، بس فيعني دي بس نقطه كده احب اوضح بيها قد ايه السكواش عالي هنا في بلدنا. يعني هو انا مسؤول عن 7 لعيبه، والحمد لله لحد دلوقتي يعني هو واحد بس خسر، الستة مكملين بس، وان شاء الله يعني احنا متوقعين نتائج كويسه يعني وارقام كاسات يعني، وربنا يسهل. الحمد لله البطوله ماشيه كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا، اولاد النادي كسبانين لحد دلوقتي، وان شاء الله السنه اللي فاتت الحمد لله جبنا 9 كاسات، السنه دي المفروض نجيب اكتر من 9 ان شاء الله، والولاد كلهم كسبانين لحد دلوقتي في دور 16، والحمد لله البطوله ماشيه كويس وتنظيم كويس، والماتشات في مواعيدها والتنظيم كويس، وكابتن ناصر الحمد لله عامل شغل كويس قوي يعني مع المدربين ومعانا يعني الولاد بيلعبوا، ولازم يبقى معاهم اي كابتن بيكاتشن لهم، ولازم نديهم حافز نفسي وحافز معنوي وبتاع، وهم ما شاء الله العيال كويسه يعني، كل الولاد الاهلي كل الولاد النادي الاهلي وكلهم طالعين من النادي الاهلي يعني، ودول النهارده دور 32 والحمد لله كسبانين والدنيا ماشيه كويسه يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله، كل ايفنت ناخد فيه مش اقل من كاسين او ثلاثه. هو المفروض احنا السنه اللي فاتت خدنا 9، ان شاء الله السنه من عايزين 15 او اكتر كمان، عشان كل ايفنت السنه دي عندنا كل ايفنت فيه بطل يعني، 11 سنه عندنا بطل، 13 سنه عندنا بطل، يوسف صلاح دور 16 بكره ان شاء الله، وعندنا شهاب اشرف دور 16 بكره برضه ان شاء الله، وعندنا فريده وليد النهارده ان شاء الله دور 16 برضه، وان شاء الله كسبوا النهارده الايفنت 11 سنه، دول كسبوا النهارده ان شاء الله يوصلوا ال 8، وعندنا لعيب برضه علي رحمه خسر النهارده بس الحمد لله يعني ربنا يكرمه المره الجايه في دور 32، وعندنا بقى في الكبار مصطفى عسل ما شاء الله بطل عالم يعني دلوقتي، هو داخل سنين هو هيكسب ان شاء الله البطوله يعني 17 و19. الحمد لله انا كسبت 3 ماتشات لغايه دلوقتي، وبكره ان شاء الله عندي دور 16 وان شاء الله اكسب والحمد لله يعني. هي منافسه قويه طبعا، بس هو النادي الاهلي الحمد لله كسبان لغايه دلوقتي يعني، الاهلي عامل نتائج كويسه، فان شاء الله يعني ناخد اول في كل حاجه. لا هي بطوله قويه وعندي ماتشات حلوه، بس ان شاء الله اكسب واوصل الفاينل ان شاء الله. لو وصلت الفاينل احتمال كبير العب واحد من عندنا مصطفى عسل طبعا تعرفوه يعني، ان شاء الله العبه ونعمل ماتش حلو.